مرحبا بكم. البداية مع المنتخب الوطني اللي يحضر في مواجهته الأولى، مباراة الأولى في المونديال ضد الدنمارك، وأيضا باش نحكيه على إصابة الحارس البشير بن سعيد، كذلك وضعية اللاعب ديلان برون. الأخبار هذه وكل تفاصيل جي مباشرة من الدوحة من مبعوثنا محمد علي العرفاوي. محمد علي مرحبا بك. مرحبا بي بفهمي، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل، وكذلك بالناس يتابعوا فينا عبر البث الحي والمباشر على الفيسبوك. إذن المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم العشية في منطقة لوسيل في ملعب التدريبات العجلة ثاني حصة تدريبية ليه في العاصمة القطرية الدوحة، طبعا استعدادا لمواجهة منتخب الدنمارك لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم. الحصة التدريبية متاع اليوم الحقيقة كانت في أجواء ممتازة، لاحظنا وأنه الملعبية متحمسين لبداية كأس العالم، المعنويات مرتفعة، طبعا ممكن حضور الجماهير كان مثل دافع معنوي لعناصرنا الوطنية. الحصة التدريبية متاع اليوم كان حضر فيها البشير بن سعيد فقط في الدستور اللي عمله جلال القادري قبل بداية التدريبات، ولكن كما نعرف البشير بن سعيد كان تعرض لإصابة عضلية، الإصابة مش تحرمه من أنه يكون حاضر في مباراة الجولة الأولى ضد منتخب الدنمارك. حسب بلغ الجامعة التونسية لكرة القدم والتحقيق الطبي اللي تم إجراءه، فإنه بشير بن سعيد مش يغيب لمدة أسبوع طبعا في انتظار الفحوصات الطبية الجديدة اللي باش تقوم بها الجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة لدينا كذلك فهمي كنا أكدنا في مواعيد سابقة أنه مؤهل لخوض مباراة المنتخب الدنماركي، وهذا ما أكدته الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ كانت نشرته اليوم. نرجع شوية للحصة التدريبية فهمي، حصة تدريبية فيما قلت شاركوا فيها 25 لاعب، خلف عليها فقط اللاعب بشير بن سعيد. الأهم في هذه الحصة التدريبية كما قلت هي الأجواء الممتازة اللي كنا الحقيقة لاحظناها في صفوف المنتخب بين الإطار الفني بين الملاعبية، كل هذا ممكن يمثل مؤشر إيجابي قبل مواجهة منتخب الدنمارك. المباراة الافتتاحية الهامة طبعا لنطمح من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية تخلينا علاش لا ندخل مباراة أستراليا بمعنويات مرتفعة ونتنافس على ورقة العبور إلى الدورة القادمة رغم صعوبة مهمة كما نأكد. مشكور محمد علي العرفاوي مبعوثنا لتغذية المونديال، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل. الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي اجتمعت اليوم على الإطار الفني بقيادة المدرب كريم دلهوم وطلبت منه إنجاز تقرير مفصل يفسر فيه أسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وتقييم الفترة المنقضية وكذلك البرنامج الفترة القادمة. في مستقبل سليمان تم تعيين المدير الفني للنادي منير الشيحي كمدرب أول الفريق خلفا لسعيد السابي مع الإبقاء لبقية تركيبة الإطار الفني المتواجد في محمد الجيزاني مدرب مساعد، أمين كعنيش معد بدني، وخالد المغزاوي مدرب حراس. 19 نوفمبر وموعد سوبر كرة الطائرة بين الترجي والنادي الصفاقسي، المقابلة باش تلعب في قاعة بن عمار في الحلق الواد مع 15. من النتائج في المباريات الودية قبل المونديال، منتخب غانا ربح سويسرا 2-0، اليابان هزمت أمام كندا 2-1، شوط طول من ماتش الأردن وإسبانيا تقدم لإسبانيا 1-0، المغرب تقدم على جورجيا 2-0، وفي المباراة هذه هدف جميل بونتو الثاني للمغرب، هدف حكيم زياش في دقيقة 29 بونتو من قبل شطر التيران، بونتو مزيان برشا، ننصحكم إذا كان ثم يمكنني بشوفوا الهدف، هدف مونتيز برشا لحكيم زياش. كانت هذه النشرة الرياضية لليوم، تقع على السيت موزايكا فام.نت، نخليكم أحسن في على كل لسان.